وشعيل فنان مطرب، لكنه يكون فنان أيضا في التقديم بنفسنا، والله يستاهل أبو شعيل أمانة لله. حقيقة أنا العام لما سمعت كنت خايف عليه، حقيقة كنت خايف عليه، خايف عليه ليش؟ لمكانته هو الفنية على مستوى مو بس الكويت، على مستوى العالم العربي. لكن اليوم يوم شفت الحين لا، فلينطلق. عمي نقدر نقول اجتاز المهمة؟ فليستمر أقول لك أكيد ما في شك. لا أمانة كل بلا، أنا استمتعت حقيقة بطريقة طرحه. أقول الرأي ما شاء الله تبارك الرحمن، قناة خاصة ولكن أصبح لها مكانة كبيرة، دخل في المنافسة بقوة مع تلفزيون الكويت، تلفزيون دولة الكويت دولة وراء، لكن قناة خاصة بهذه المكانة وهذا لا والله أقول جزاكم الله خير. رافد كبير للإعلام الكويتي، فبالتالي الشكر والتقدير حقيقة أوجهه إلى العم أبو مرزوق ياسم بدي حقيقة عندما فكر في إنشاء مثل هذه القناة، وهو رافد كبير حقيقة لتلفزيون الدولة والإعلام تعارفين ومهم للعالم أجمع. أقول جزاكم الله خير ومزيد ومزيد إن شاء الله من التطور في الإعلام الكويتي نعب تحت خطوط المحافظة على الكويت.